ضيفي النهارده واحد من اجمل الشخصيات اللي موجوده في وسط الرياضه، وسط الكره في مصر. شخصيه نظيفه وبنت ناس وسالكه ومحترمه ومؤهله ومتعلمه، ودي نقطه في غايه الاهميه، لان مش كل نجوم الكوره بعد ما بيخلصوا الكارير بتاعهم في الكوره بيبقى عندهم قدر من الفهم ان هم يأهلوا نفسهم لما بعد مشوار الكوره. فواحد من اكثر واهم الكوادر الاداريه اللي موجوده في وسط الكره المصريه، بعيد عن اخلاقياته وفهمه واحترامه وتاريخه الكروي المميز جدا، وعنده شخصيه اتمنى ان انا احاول اطلعها النهارده لحضراتكم، لانها شخصيه في منتهى الجمال. صايد كده من شخصيته، ما بيظهرش كتير، ما بيظهرش غير الحبايب، وانتوا اعز الحبايب، فنفسنا نظهر الشخصيه دي النهارده. كابتن محمد فضل، نجم مصر ونجم النادي الاهلي. كابتن فضل، بنور الدنيا. ابراهيم، كل سنه طيب، والساده المشاهدين بخير يا رب. عمرها ما تظهر الحته دي، لا الحته دي مع الحبايب، يعني هم طبعا المشاهدين حبايب، بس بتبقى حته فيها جانب من الضحك شويه. يا جماعه، الشخصيه الخلوقه الهاديه اللي حضراتكم شايفينها دي، مش عايز اقول لكم بتعمل ايه والله العظيم في الناس. في تنوع. لا يعني انا بشكرك طبعا على المقدمه. بشكر ده اقل من حقك بكتير. لا بشكرك على المقدمه والله يا ابراهيم. طبعا انت اخ، يعني انت عارف معزتك عندي عامله ازاي، مزيد من التالق والنجاح. بشكر صلاح، يمكن صلاح يحيى من الناس اللي فعلا من وانا ناشئ وانا طالع كان هو موجود، فبشكره على البرومو والاهداف، مع انه هو لازم كان يجيب من الاسماعيلي والمصري والاتحاد، ما جابش حبه حاجات. لا بشكرك، وان شاء الله تبقى حلقه حلوه يا رب. استاذ صلاح يحيى طبعا رئيس تحرير برنامج الهدف، عايز ابتدي معاك كمودي، وعايز اوضح للناس جزئيه مهمه جدا. فتره اتحاد الكوره، مش يعني مش بتكلم عشان انت موجود، بس انت فعلا واحد من اكتر الناس اللي انا كنت متابع وقريب منك في الفتره دي، وشفت ازاي احنا كان عندنا كادر اداري شاب يفرح باللغه البلدي بتاعتنا، يعني حاجه تفرح. ازاي انت قادر تكتسب خبرات كبيره جدا، تلم خيوط كتيره جدا مع بعض، تقف على مسافه واحده من الانديه كلها، ودي نقطه الواحد ما بيشوفهاش كتير. عايز اتخيل بقى كابتن محمد فضل لو هو رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لو هو مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم دلوقتي، يعمل ايه؟ هسألك بقى في كذا موقف او في كذا ملف وانت تقول لي تعمل ايه. ملف زي الشيبي والشحات، ايه التصرف الامثل فيه؟ وانت برضو، ودي نقطة مهمة جدا احنا نذكرها يا جماعة، كابتن محمد فضل عنده خلفية قانونية، هو اصلا خريج حقوق، عنده خلفية قانونية، فدي نقطة مهمة جدا بتخليه عنده تفاصيل باللوائح ممكن تكون ادفانتج وافضلية عنده عن غيره. يعني مثلا موضوع الشيبي والشحات، الاول طبعا هرجع خطوه ورا ابراهيم. انت قلت في فتره الاتحاد المصري لكره القدم، فتره طبعا العمل العام هو مش سهل، هو صعب، ولكن هو صعوبته في انك انت تتحمل المسؤوليه، بتواجه النقد، بتواجه الاراء الاخرى، على طول بتبقى ديديكيتد للشغل بتاعك. وعلى فكره في ناس كتير قوي تقول لك العمل العام مرهق وانا مش هشتغل عمل عام. هو العمل العام بيجيب لك بعد كده عمل خاص. وده اللي حصل معايا في بطوله كاس افريقيا في الاتحاد المصري، من الاتحاد الدولي، كنت معين لجنه معينه. هو بيجيب لك شغل وبيديك اكسبوجر كويس، وانت دورك في العمل العام ان انت تقدر ان انت تعمل تاريخ بعد ما تمشي. مش وانت موجود، وانت موجود يبقى في نقد، والنقد ده للمكان مش للشخص. يعني لو جبت اي حد، قبل كده اديت امثله كتيره جدا، لو جبت رمز النادي الاهلي يمكن كابتن محمود الخطيب، او جبت رمز نادي الزمالك، بتتكلم مثلا المهندس حسين لبيب، ومسك المنصب ده هيتم الهجوم عليه من اي كيان. أيوة. دايما. فهو المنصب ده هو اللي بيتم الهجوم عليه مش الشخص. دورك ان انت اول حاجه تختار تيم معاك محترم، ده اهم حاجه، ويبقى احسن منك. ده وجهه نظري، يعني دايما الليدر او المدير او المانجر او ايا كان، لازم اختار ناس احسن مني. لو انت اختار ناس اقل منك، انت من وجهه نظري انت فاشل مش ناجح. لازم احسن منك، يبقى في تنوع، ولاد وبنات، ناس صغيره، ناس فريش بلاد، ناس عندها خبرات، لازم كل الاطياف، عشان في الاخر ده عمل عام مطالب منك تحقق نتيجه.